بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي التلاميذ، اليوم غادي نخدمو تمرين رقم 2 في المتجهات والإزاحة للثانية والثالثة إعدادي. هذا التمرين هذا مقتبس من فرد. ألو، هنا يقول هذا التمرين ليكون أو إف جي مثلثا. أولا، أنشئ النقطة H بحيث المتجهة أو H تساوي المتجهة إف جي. ثانيا، تقول أنشئ النقطة B بحيث المتجهة EB تساوي المتجهة EF زائد المتجهة EG. وثالثا، بين أن النقطة G هي منتصف القطعة BH. إذا احنا غادي نشوفوا جماعة الجواب ديال هذا التمرين هذا، غير هو قد ما درتو شوية مجهود، توقفوا الفيديو دير شوية مجهود تحاول تخرج التمرين، غادي يكون احسن للمستوى ديالك يتحسن اكثر. مزيان. الو، هنا ملي تيقولوا لنا الانشاء، دونك غادي تكون عندنا، غادي نحاول انا مع هذه السبوره ضيقه شويه. نورمالمون خص غادي تخلي واحد لابارتي اللي غندير فيها الانشاء، ولتحت كندير هذا السؤال رقم 1 اشنو فيه، 2 اشنو فيه، وثلاثة اشنو فيه. هذيك لابارتي انا عندي واحد الورقه غادي نحطها في السبوره، عليها غادي ندير الانشاء وغادي اونطامي. دونك سيبوزو هي هذه الورقه عندنا، هذه ديال الانشاء، وغادي نمشيو تقولوا بعد السؤال رقم 1 شنو غادي نديروا فيه. تيقول لك اولا انشئ النقطه H بحيث EF تساوي FG. اذا اشنو عندنا في السؤال رقم 1؟ المعطى اللي عطينا هو لدينا المتجهه EH تساوي المتجهه FG. دونك هذه الكتابه تعني ماذا؟ يعني ان حسب هنا عندنا جوج المتجهات متساويات، وكيف ما شفنا في الدرس في الخاصيه ديال الدرس، ملي تكون عندنا متجهه تساوي متجهه اخرى، هذا يعني ماذا؟ وهاد النقطه هي غير مستقيميه، يعني هذا يعني ان الرباعي او اش جي اف متوازي اضلاع. هكا غادي نقولوا، يعني ان يعني كنقولوا ها واحد ها جوج او اش ها ثلاثة ها أربعة، هادشي غا شفناه في الدرس. يعني غنقولو يعني أن الرباعي شكون هو؟ أو أش جي إف متوازي الأضلاع. وكاينة الطريقة الأخرى، ممكن تقول بأن أو إف يساوي إف جي، يعني أن عندهم نفس الإتجاه وعندهم نفس هادي، يمكنك تخدم بها. غير أنا هادي كتجيني شويه قصيره دغيا، كتستعملها كدوز بحال هكا. يعني ألوغ، يعني أن الرباعي أو إش جي إف متوازي الأضلاع، يعني حتى لهنا صافي يمكنك دير دابا تنشأ الشكل. داكوغ، كيفاش غادي ننشأو الشكل؟ هانتوما غتلاحظو معايا. مثلا ناخدو واحد الورقة هي هادي، غادي ننشأو عليها الشكل. الوغ، عندنا مثلث. هذا المثلث تيتكون من اياش؟ هما عطاونا في المعطيات تيقولوا لنا ليكون او اف جي مثلث. دونك غادي ناخذ واحد المثلث او اف جي، مثلا ها او، واحد النقطه اخرى مثلا هنا اف، ونقطه اخرى مثلا هنا هي جي. دونك عندنا واحد المثلث غادي صوبو معنا، تاخذ واحد المثلث كيف ما كان هذا مثلا، فوالا احنا خدينا مثلث او اف جي. مزيان. دونك هدف المعطيات قالك اسيدي ليكون او اف جي مثلث، اولا قالك انشئ النقطة، اسميت النقطة اللي غادي ننشئو اش. دونك هنايا في هاد اولا تنقولو فهنايا انشاء اش، يعني بغينا ننشئو، انا نسيت ما قلتهالكمش، ولكن هنا غندير انشاء النقطة اش، وتدير لدينا هاد هاد المتساويات تساوي هاد المتجهة هادي، يعني أن أو أش جي إف متوازي أضلاع. ألوغ لاحظ معايا، ملي تقول أو أش جي إف متوازي أضلاع، ها أو فين هي غادي يمشي؟ ها ها إيه عندنا أو أش جي إف
متوازي الاضلاع. اذا عندنا ثلاثه النقط ديال متوازي الاضلاع، بقات لنا نقطه لحنا او اش. دونك او غادي تمشي لها او اش جي اف. دونك ها هما ثلاثه النقط ديال متوازي الاضلاع، والنقطه الرابعه غادي تكون هنا لان غادي يمشيو من هنا او اش جي اف، يعني كنمشيو في هذا الشكل هذا. مزيان. اذا باش يكون عندنا او اش جي اف متوازي الاضلاع، شنو غادي نصور؟ النقطه الرابعه ديال متوازي الاضلاع غادي نصاوبوا هذا واحد المستطيل هنايا متوازي له، وناخذوا هذه المسافه ونحطوها هنا كناخذها بالبركار. ها نتوما لاحظوا معايا مزيان، كناخذوا هذه المسافه من هنا لهنا، كنمشيو لهنا كنديروا فوالا احنا خدينا هذه، ومن بعد كناخذوا عاود هذه المسافه من هنا حتى لهنا هي اللي كنديروها هنا هاد البلاصه هادي، وكنديروها هي النقطه لقيناها باش نصاوبو اللي قالوا لنا نشؤوا اللي هي النقطه اش. هذه هي النقطه اش، بحيث ان او اش جي اف متوازي اضلاع. هنا كنكملو متوازي الاضلاع تنديرو دي بوينتيي، لان راه هذا راه متوازي اضلاع، وحنا نشئناها صافي هادشي اللي كاين. كتمشي عاود هنا واحد، احنا شئناها يعني كاين جوج طرق، كاينه الطريقة هادي اللي وريتكم دابا، وكاين طريقة أخرى هي شوية طويلة، ولكن راه تترجع بأن متجهة تساوي متجه. نقدر نشرحها لكم يمكن نشرحها لكم، بحال مثلا هذه الطريقة الأولى باش نشئنا النقطة اش. كاين طريقة أخرى تنقولوا بأن المتجهة أو اش تساوي المتجهة أف جي. هذا يعني ماذا؟ يعني أن غادي نشوف يكون عندهم نفس، خص يكون عندهم نفس الاتجاه، ويكون عندهم نفس الملحة، ويكون عندهم نفس المنظم. داكوغ؟ يعني أن أولا الاتجاه خص يكون عندهم نفس يكون عندهم نفس الاتجاه، اي اذا كان عندهم نفس الاتجاه حامل المتجهه او اش اللي هو المستقيم او اش يوازي المستقيم اف جي. ها وحده خاص يكون المستقيم او اش يوازي المستقيم اف جي. اذا لاحظ معايا او اش خاص يكون توازي اف جي، يعني غادي يكون غادي تكون ديك النقطه هنايا ها هو ها او اش، لحقاش حنا في الاول عندنا مثلث ها هو، وحنا قلنا الاتجاه اش نستنتجو منو او اش خصها تكون تواجي اف جي. ها او اش تتوازي اف جي، ولكن ما عرفناش مازال ما عرفناش فين كاينه بالنسبه لهذه الطريقه الثانيه. غيكون عندهم قلنا نفس مدى الاتجاه نفس الملحة، خص يكون عندهم نفس المنحة، يعني من غادي تكون عندنا نفس المنحة من او نحو اش هو من اف نحو جي، من او نحو اش هو من اف نحو جي، يعني نفس المنحة. داكوغ؟ يعني من او نحو اش، ومن والاخرى غادا تكون من اف نحو جي، بحال من اف نحو جي. هادي جهة زين، ويكون عندهم نفس دونك هما عندهم نفس المنحة، ويكون عندهم نفس ماذا؟ المنظم، نفس المنظم، أي المسافة من أو أش تساوي المسافة أف جي. دونك بهاد إلا تبعتي هاد ثلاثة ديال النقاط غادي توصل باش تصاوب هاد النقطة أش، أولا تو سامبلومون بلا ميثود الأولى اللي وريتكم. دونك هادي الطريقة الثانية، داكوغ؟ هادي الطريقة الثانية، طريقة جوج، وهذه الطريقة واحد، هذه الطريقة الأولى، الطريقة الأولى يلا كتقول عندنا هذا المتجه كتشوف الخاصية كتقول هذا رباعي، دونك كتنشأ النقطة ديالك وأنت تسي بحالاتك. داكوغ؟ مزيان، تنمشيو عاوتاني للسؤال الثاني، تيقول أنشئ النقطة بي حيث أو بي كتساوي أو إف زائد أو جي. إذا ألوغ هنا غادي نحاول نمسح باش يبقى ليا شوية ديال لسباس. السبورة هاد الطريقة الثانية هاني مسحتها، خليت غير الطريقة الأولى.
هي هذه هكا. الوغ الطريقه الثانيه تقول السؤال الثاني، اش بغينا نديرو في السؤال الثاني؟ انشاء النقطه بي، بغينا ننشئو انشاء النقطة بي فوالا. وفي المعطيات شنو عطاونا؟ قالوا لنا بأن بأن او بي كتساوي المتجه او بي تساوي المتجه او اف زائد او جي. إذا غادي نجيو لهنا نقولوا لدينا المتجهة او بي تساوي المتجهة او اف زائد المتجهة او جي. فوالا هادشي اللي عطاونا في المعطيات، و قالك نشئ لينا النقطة بي. إذا باش نشئو هاد النقطة بي عطاونا هنا، لاحظ معايا اش كتلاحظو هنايا؟ عندنا مجموع ديال جوج المتجهات اللي عندهم نفس الأصل، الأصل ديالهم شنو هما؟ هي النقطة أو. وحنا شفنا في الدرس واحد الخاصية، ملي تكون عندنا متجهة تساوي مجموع جوج ديال المتجهات عندهم نفس الأصل، شفنا واحد الخاصية أننا كنجبدو متوازي الأضلاع. هنا تنجيو أوتوماتيكمون تنقولو يعني أن، والخاصية اللي شفنا في الدرس كنقولو، كنا وريناكم قلنا واحد جوج ثلاثة أربعة، هذا الرباعي راه متوازي الأضلاع أوتوماتيكمون، يعني أن الرباعي سميت هذا الرباعي او اف بي جي متوازي الأضلاع. هاكا إذن او اف بي جي متوازي الأضلاع. شوفوا هنا ها او اف دونك متوازي الأضلاع باش يكون أو جي، هاهي ثلاثة النقط عندنا ديال متوازي الأضلاع. فين هي النقطة الأخرى؟ غتكون هنا، هاهي غدي أو إف بي جي متوازي الأضلاع. إذا غادي نصاوبو النقطة الرابعة متوازي الأضلاع. إذا كيف ما كناخدو النيت كذلك البركة، دونك حنا كنعرفو النقط الثلاثة فين هما اللي عندنا هنا أو إف بي جي. حنا شنو عندنا تما؟ ثلاثة النقط، هاهما أو ها النقطة الأولى، وعندنا ها جي، وعندنا ها اف. بقات لي النقطة الرابعة، النقطة الرابعة غتكون شي بلاصة هنا غنديروها بالبركة وكنجبدوها. راح معايا كنمشيو اسيدي كناخدو الطول هاد المسافة من هنا لهنا، هاهي باش نصاوبو دابا متوازي الأضلاع ونلقاو ديك النقطة الرابعة ديال هاد متوازي الأضلاع. هاهي احنا خدينا هاني، دونك خدينا هاد المسافة حطيناها هنا، وعاود ناخدو هاد المسافة من هنا لهنا، هاهي وكنجيو لهنا وكنديرو هاهي. دونك حنا لقينا النقطة الرابعة ديال متوازي الأضلاع اللي قالو لنا ننشئو. إذا أسميت هذيك النقطة، قلنا إنشاء النقطة بي، هاد النقطة هادي غادي تسمى النقطة بي. وإذا تنصابو هاد متوازي الأضلاع اللي هو هذا، لاحظو معايا مزيان، فوالا كنديرو أون بوانتيي ولا فوالا تخي بيان. وكنجيو هنا فوالا، دونك حنا نشئنا النقطة بي. مزيان، تبقى لنا السؤال الأخير، السؤال التالي. أش يقول هاد السؤال التالي؟ تيقول تيقول بين أن النقطة جي هي منتصف القطعة بي آس. نبينو بأن النقطة جي، هاد النقطة هادي جي، هاد النقطة جي اللي جات هنا هاهي، أنا باش مانجيكوش غلطة هاهي جي، هي هاد، هاد النقطة جي منتصف القطعة بي أش. خصنا نبينوها بأن منتصف هاد القطعة هادي بي أش. كيفاش غادي نديروها؟ ألوغ هنا كنستغلو السؤال رقم واحد والسؤال رقم جوج. إلا لاحظتوا بأن السؤال رقم واحد أشنو جبدنا منه؟ لاحظوا معايا مزيان، السؤال رقم واحد كنا جبدنا منه بأن أو أش جي إف متوازي الأضلاع.
جبنا منه او اش جي اف متوازي الاضلاع. ها اذا كان متوازي الاضلاع بمعنى ان او اف هاد او اف هادي راها كتساوي هاد المتجهه من او حتى الاف كتساوي المتجهه مثلا من جي حتى الاش، او لا نقولوا المتجهه او اف كتساوي المتجهه اش جي. وعاوتاني من السؤال رقم جوج اشنو جبدنا؟ جبدنا بان او اف بي جي متوازي الاضلاع، او اف بي جي متوازي الاضلاع، يعني هاد او اف تساوي هاد جي بي، هاد المتجهه او اف تساوي هاد المتجهه جي بي. ومن هنا كندير واحد التساوي باش غادي نوصلوا ونبينوا بان هذيك جي راها منتصف القطعه اش بي. اذا هكا كنمشيو باش نبينوا هذه، غادي يكون عندنا واحد التساوي ديال جوج متجهات، غادي نوصلوا بان اش جي كتساوي جي بي يعني، ومن هنا كنبينوا بان جي منتصف القطعه. الوغ غادي نمشيو للثالث. ها ثالثا قالوا لنا بين ان جي هي منتصف القطعه بي اش، وبين هاد الجمله كنكتبها غير باش الدماغ ديالنا كيركز، وبين ان جي هي منتصف القطعة بي اش. داكوغ بينو بان جي هي منتصف القطعة بي اش. فوالا الوغ اش غنديرو هنا؟ الوغ تنقولو من السؤال واحد اشنو كان عندنا؟ هاد السؤال واحد لقينا بان او اش جي اف متوازي الاضلاع، او اش جي اف متوازي الاضلاع. اذا اذا كان متوازي، دابا حنا هنايا متوازي الاضلاع، يعني بلي تيقول لك بين هنا دابا فين بغينا نمشيو. بعدا قبل ما نمشيو هنايا قال لك جي هي منتصف بي اش، يعني خصنا نبينو بان هاد الجي هادي منتصف القطعة بي اش، بمعنى الا استطعتي تلقى بان المتجه اش جي كتساوي المتجه جي بي راك بينتي بان جي هي منتصف القطعة اش بي اش. شي فين بغينا نوصلو؟ داكوغ دابا حنا فين باغيين نوصلو؟ الا استطعنا نبينو بان اش جي كتساوي المتجهة جي بي، وهادشي حسب الخاصية راه هنا يعني ان جي راها منتصف القطعة اش بي. داكوغ دونك حنا خصنا غير نبينو بان هاديك المتجهة تساوي ديك المتجهة، راه حتى بحالا كنقولو راه هنا النقطة جي راها منتصف القطعة. إذا حنا من السؤال رقم واحد تيتبين لنا بأن أو اش جي اف راه متوازي الأضلاع، يعني هاد المتجهة أو اف تساوي المتجهة اش جي. داكوغ أي المتجهة أو اف كتساوي المتجهة اش جي. دونك هذه العلاقة رقم واحد، هي هذه نسميوها العلاقة رقم واحد. وعاود من السؤال رقم جوج اشنو لقينا؟ من السؤال رقم جوج اشنو تبي اشنو لقينا في السؤال رقم جوج؟ لقينا ها هي، لقينا بان الرباعي او اف بي جي متوازي الاضلاع. لقينا بان من السؤال قداش هذا او اف بي جي متوازي الاضلاع. واذا كان هذا متوازي الاضلاع يعني اي او يعني ان بحال بحال اي ان إذا كان او اف بي جي هو او اف بي جي متوازي الاضلاع، يعني ان او اف كتساوي او اف كتساوي المتجهة جي بي لان هذا متوازي الاضلاع. دونك اي ان المتجهة او اف كتساوي المتجهة جي بي. ها دونك هذه العلاقة رقم جوج. إذا لاحظ معايا أو إف كتساوي أش جي، أو إف كتساوي جي بي، من واحد وجوج غادي نستنتجو بأن أش جي كتساوي جي بي، حنا وصلنا أش جي كتساوي جي بي، وإذا كانت أش جي كتساوي جي بي، يعني أن جي منتصف، أن جي منتصف القطعة أش بي، فوالا، ألوغ تنقولو
دونك هذه العلاقة واحد وجوج غادي نقولوا من العلاقة من واحد وجوج نستنتج أن ماذا؟ أن اش جي كتساوي جي بي المتجهة اش المتجهة سميتها اش جي كتساوي جي بي اش جي كتساوي جي بي. إذا من هنا اشنو غادي نستنتجو؟ إذا جي منتصف هادشي اللي بغينا نبينو هايا جي منتصف قطعة بي اش إذا جي منتصف القطعة اسميت هذه القطعة اش بي. أعزائي التلاميذ إلى هنا ينتهي هذا التمرين. إلى عندكم تساؤلات أو أي ملاحظات أو فأنا مستعد فديروها في التعليقات ديالكم ومرحبا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.